وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين، وهي فصول. هذه أصول الباطل الثاني من أصول الإسلام. قال رحمه الله يريد أن يذكر في هذا الفصل جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين. نعم، وهي فصول. فصل أو نعم. الفصل الأول: أحاديث رواها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. نعم، هذا الجامع الأول، هذا الأصل من أصول الباطل التي الجوامع التي هي من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ومرق من الإسلام بها، الحديث الموضوع مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواها الصفات زائدة على الحديث التي في دواوين السنة، مما نعلم باليقين القاطع أن كذب وأوثان بالكفر الشنيع، الكفر الشنيع، ومثل ما سبق القبوريين: إذا عليكم الأمور فعليكم بها الكفر، لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، هذه من أسباب الكفر. ولكن المؤلف هنا قال حديث الصفات رواها زائدة على الحديث يعلم باليقين القاطع أن كذب، فهي كفر. نعم. وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل، أن الله يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، يعني يرون يقولون أنواع من الكفر كيف ولم يروا فيه حديثا. نعم، مثل حديث نعم أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. نعم، هذا الحديث المكتوبة الذي يتضمن في الوقوع بالكفر، يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عرفة الحج على جمل أورق، جمل أورق يعني ليس في أحمر إلى أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عن نعم العلو الكبير. هؤلاء كفر على يروع من هذا الحديث على الكافر والعياذ بالله، تلقى صبر ولم يعرف يقدر حق قدره الله سبحانه وتعالى كما قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وفي الحديث ان الله تعالى يضع السماوات يوم القيامه والسماوات على عرشه والأراضي على أرضه والماء والسماء على أرضه والماء والسماء والشجر على أرضه والجبال على أرضه والسائر قطع على أرضه ثم هزونا في يده سيقولوا عن البيش. وفي الحديث الأحد والسماء والسماء والأراضون السماء في كف الرحمن إلا في حركات في يده ما يحب أصلا. هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء إنسان على الله، السماوات تزيها في يده ويضعها على أرضه والأرض كلها على أصله والماء والسراء على أصله والشجع على أصله وتنحف على أصله. بعد أن يأتي هذا الحديث ويضع الحديث ويقول إن الله ينزل يوم القيامة يوم عرفة حتية عرفة على جبل يصافح الركبان ويعانقهم الشمس، تعالى الله عما يقول، ويجعل الرب مختلف للمخلوقات ويكون فوقه طبقة وهي السماء وتحته طبقة وهي الأرض، تعالى الله عما يقول العلو الكبير. هذا الحديث الكفرية التي تمر بالضوء. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب، على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث مكذوب في بعض المسلمين. نعم، ويجوز لأحد روايته إلا على وجه البيان لأنه كذب. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشيموا به أهل الحديث. الزنادقة الكفار، إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشيموا به أهل الحديث ويقولون أنهم يروون مثل هذا. الزنادقة مقصودهم من ذلك يدسون مثل الحديث
حتى يوصل الى الحديث حتى يسعى على اقوال الحديث ويقول انظر هل يروون مثل هذا. نعم. وكذلك حديث اخر فيه انه راى ربه حين افاض من مزدلفة يمشي امام الحجيج وعليه جبة صوف. هذا كفر الحديث. يروي الحديث ان الذي راى ربه حين افاض من مزدلفة يمشي امامه امام الحجاج وعليه جبة صوف. تعالى الله جبة صوف، تعالى الله عما يقول. جعلوا الخالق حقير ضعيف فوقه المخلوقات وتحته المخلوقات ويحتاج الى يلبس جبه الصوف، يحتاج الى شيء من المخلوقات. نعوذ بالله. او ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله من عرف الله ورسوله وامن بالله ورسوله. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا من الحديث المكتوب، الحديث الثالث. ثلاثة حديث أكرام. هذا الحديث الثالث من الحديث المكتوب. يقولون إن الله يمشي على الأرض وإذا وجدت موضع خضرة هذا موضع قدميه. هذا هو مرة مرة الصوفية يقول كل مرة الخضرة في الأرض فلا قد يكون الله في هذا المكان الخضرة. الله عما يقولون ويقرون هذا انظر إلى آثار رحمة الله كيف يتنظر بعد موته. نعم. هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات. انظر إلى آثار رحمة الله النبات التي أنبتها الوطن هذه. لم يقل إلا فانظر إلى آثار خطى الله، سأل الله عما يقول. نعم. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف. هذا حديث إسراء مخلوق. نعم. وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة. وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخرى. نعم. كل هذا حديث مخلوق. رأى ربه في الطواف، ومن رآه خارج من مكة، ورآه في بعض سكك المدينة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتم المعراج. والله تعالى لا يرى احد في الدنيا ولا يتحمل رؤيه الله. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم لما ساله ابو ذر هل رايت ربك الا ليله المعراج؟ قال نور ان اراه، في روايه رايت نورا. وفي حديث ابي موسى حجابه النور او النار لو كشفه لا احرق سبح الوجه متى اليه بصره من خلقه. لا يستطيع احد ان يكتب رؤيه الله في الدنيا، لكن رؤيا نعيم لاهل الجنه يعني المؤمنين في الاخره. اما الدنيا صواب انه لم يرى احد. وهذا في اتفاق العلماء الا في ابينا الموصل. قال العلماء هل راى ربه ليس المعراج على قولين، ثم قال راى ربه ثم قال لم يرى، والصواب انه يجرى. ومن قال العلماء راى ثم رد راه بعين قلب، ومن قال لم يره يعني لم يره بعين راس، هذا هو الصواب. وكل حديث فيه ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه في الارض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. وهذه قاعدة، كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض أو شيء. إنما الخلاف في رؤيته في السماء ليس معه. هذا الخلاف. وصح القولين أنه لم يره بعين رأسه وإن رآه بعين قلبه. نعم. وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا. فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. نعم رحمه الله. كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب بالاتفاق، هذا كذب. وإنما الخلاف
في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه لا يتم العراج، هل رآه أو لا من العراج؟ بعضهم بعض العلماء كذا عمار قال رآه، وبعض الصحابة يعرف قولا لا، فقد قال في المسروق لما سألها هل رأى محمد ربه، قال لقد قصت شعري بما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد الله رآه وقال وهو بن عباس أن أقول عبد العباس أنه رأى ربه، ورأى بعض الصحابة وروى عن الإمام أحمد قل تعالى وما جعلنا رؤيا فيها ولك الا بإذن الله، قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ليلة المعراج. والجمع بين هذا النصوص الصواب ان النبي لم يرى ربه، والجمع بينها ان ما روي عن الصحابة او عن الإمام أحمد هذا يعرف انه رأى ربه فالمراد رآه الله وفيها وما في دعوه أنه رأى قوله أنه رأى بعينه عن العين قشر، وما ورد عن النصوص وعلى الصحابة أنه لم يرى فالمراد يقره بعين عين، وبهذا تجتمع النصوص التي فيها أن الله الذي رأى ربه المراد رأه بعين قشر، والنصوص التي فيها أنه لم يرى هي الذي رأه بعين عين، وما روي عن الصحابة وعن العين أنه رأى المراد رأه بعين، وما روي عن الصحابة أنه لم يره لأي إلا دراه بعينه، وهذا هو الصراط هو الذي عنه جمعي، وبعض العلماء يرى أنه رأى بعينه هذا النووي والقاضي الرياض والهروي، والصراط أنه لم يره قول الجمهور أن الذي يطمئن ربه بعينه لأنه رؤية بعيد ادخر الله لعلمه، ولأن البشر لا يستطيع أن يرى الله ولا يستطيع أحد يستطيع أن يرى، ولأن الحديث فيه أن الله لو كشف الحجاب لا حلق السمعات وجه جميع الخلق جميع من كان عينه مقرور الخلق. نعم. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نعم، هل يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه على ثلاث روايات؟ يعني القاضي أبو يعلى من الحنفية ذكر نقل خلاف عن الإمام أحمد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات، الرواية الأولى رآه بعين رأسه، الرواية الثانية رآه بعين قلبه، الرواية الثالثة التوقف لا يقال رآه بعين رأسه ولا يراه بعين رأسه، وصح الرواية الرواية الثانية أنه رآه بعين قلبه، هذا هو الصح، هذا هو الصواب من يعني الجمهور وتدل على المنقول. نعم. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الفضل أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري، هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها، والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني يقول الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث يسمى حديث قبل لا يعلم، فقال يا محمد بما يختصم فيما يختصم من العلم، فقلت لا أدري يا رب، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري وعلمت كل شيء، فقال الله لما يحفظهم الله العالى، وقلت يا رب في الدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول مالك رحمه الله هذا الحديث ليس هو الحديث الذي فيه ليس هي الذي رأى ربه في اليقظة، لأن هذا حديث النوم الرؤية النوم، والأجل التي فيها أن النبي لم يرى ربه في اليقظة فرق بينه، وهذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكه، فليس تبع هذا الحديث في هذا الحديث، فالمؤلف يقول حيث رايت ربي في احسن صوره هذا رؤيه مناميه رؤيه النوم، وكان في المسجد
والحديث الذي صلى الله عليه وسلم ضيع في أنه لم يرى ربه يعني ليس المعراج والمعراج بك وهم حفلات من هذا الآن الحديث أن الذي لم يرى ربه على ليس المعراج بك والحديث الذي فيها وهذا الحديث رأيت ربك أحد الصورة هذا في المدينة وهي رؤية في المنام في النوم. نعم. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة. نعم هذا الحديث رؤيا منام في المدينة حديث موقفين أنه نعم كما جاء مبشرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام. نعم مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج. نعم هذا رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحي ولهذا نفل إبراهيم الرؤيا المنامية الخليل رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فنفذ اختلاقه وقال الله لا قد صدقت الرؤيا لأن الرؤيا لم تكن وحيا. نعم وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما إيش؟ كما في ليلة المعراج. إيه كما في ليلة المعراج لكن نعم نعم وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض وأن الله لم ينزل له إلى الأرض وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. نعم يقول نعم سبق المسلمون على أن النبي لم ير ربه بعينه في الأرض هذا بالاتفاق واتفقوا على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى موسى الكليم أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني ما تستطيع ليش ما يستطيع لماذا ما يستطيع قال موسى الكريم كلمه الله بكل ما تقدر قال ربي أرني أمرك قال الله لن تراني يعني لن تراني في الدنيا ما تستطيع البشرية في الضعيف ما تحمل ولكن انظر إلى الجبل أي استقر الحياة وصوله تراني فلما تجلى الله للجبل قال حقا تدكك فلما تجلى الله إلا هو فخر عظيم إذا كان الجبل على صلاة ما تبذلون إلا وتدكك وانهار فكيف للضعيف المخلوق الضعيف فإذا ما أحد اتفق العلماء على أنه لم يرى أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض وإنما اختلف في رؤيته في السماء ليس في المعراج على قوله فلما قال رآهم وقال لم يره صلى الله عليه وسلم رجع عليه جمعيه. نعم وثبت في الصحيح أن الله يدعو يعني اتفق المسلم على النبي لم ير ربه وأن الله لم ينزل إلى الأرض باتفاق ولم يرد في هذا الحديث وكل حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض هو من الحديث المكذوب فالحديث صحيح لأن الله يدعو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل الذين أسقطوا من الليل الآخر وهذا السلوك يليق بجلاله وعظمته. نعم وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني جعثا غبرا ما أراد هؤلاء وقد روى هذا أنه يباهي بهم ويدنو هذا الدنو يليق بجلاله وعظمته وفق الأرض لا نعلم كثير الدنو. نعم وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. لا والصحيح ولا لا صحيح ضعيف غير صحيح أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان وفيه أن الله ينزل النصف من شعبان فيغفر ل
بعدد سعر غنم الكلب لكن هي ضعيف. نعم. وكذلك نصف شعبان كغيرها من الليل لا تصل الإبصار ولا يوم غمسين وتعبد صلي نصف شعبان ويرى بعضهم عليه القدر وهذا بعض قد شنو مضى بعضهم يصوم يوم الخامس عشر شعبان فقط لا أيضا يصوم مع غيره مع أيام الجمعة لا بأس. نعم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من شراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض. نعم هذا الحديث المكتوب وأن النبي لما نزل من شراء تبدى له ربه فرأى على كرسي بين السماء والأرض. نعم. غلط باتفاق أهل العلم. نعم. بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بشراء في أول مرة وقال له اقرأ فقلت لست بقارئ. يعني أقول المؤلف رحمه الله ما جاء في بعض الحديث أن الله تبدى لنبيه وأن النبي رأى ربه على فعل، لكن الحديث صحيح أن الذي رآه في الأسراء رأى الملك العاكفين رأى في الصورة التي خلق الله عليها على إنجاز على كرسي فأسفل ونظر وله 600 جناح كل جناح يمنع ما بين السماء والأرض. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أول لعنة الأشراف رآه جبريل ولم يره. نعم. فقلت لست بقارئ فأخذ يعني جاء هذا البلد هو جبريل فقال اقرأ. نعم. فقال لست بقارئ يعني ما أعرف القرآن ليس تعبيا ولا تلاعا يقول ما أعرف القرآن لا أقرأ فأخذ الغفرة ضمة حتى بلغ مزيد يتحمى يتحمل أصيام الرسالة وأعمال الإسلام الصوت. فقال يقرأ قال ما أنا بقارئ ليس ما أعرف القراءة فأتعلم كيف أقرأ وأنا أتعلم قال عن أمي أمي يسمى أمي لا يقرأ ولا قال لي يقرأ قال ما أنا بقارئ لست قارئا ما أتعلم القراءة وأتعلم فغمة حتى بلغ المجاهد ليس معنى ما أنا بقارئ يعني سمع رفض لا ما يعرف ما تعلم قال ذلك ثلاث مرات يتحمل متهيئ وكل نبي رأى الغنم قال العلماء الحكمة في ذلك أن ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم إلى سياسة البشر تبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن رأى الغنم قالوا وأنت يا قرى قال نعم هذا كنت أراها على قراريط في أهل مكة. العلماء الحكمة هذا حتى يتمرن تبريد وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمم والدول والشعوب فهذا العيون. نعم. فأخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد حتى بلغ منه الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أول ما نزل عليه الوحي اقرأ الشراء والشاهد أن الذي تبدى أن المبارأة في آل الشراء هو الملك وليس هو الله لأن الله لا يستطيع أحد الحراء في الدنيا لأن النبي ولا غيره. نعم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بشراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هذا بعد ما خطر الوحي وحي إليه عليه الصلاة والسلام ثم خطر الوحي ثلاث سنين ثم جاء الوحي مرة أخرى فرأى الملك هذا الذي رأيته في حديث مال شراء في أول البعثة. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين فأخبر أن الملك الذي جاءه بشراء رآه بين السماء والأرض. فهو جبريل رآه بشراء النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 حب بين الخلاء والانفراد عن الناس فكان يتزوج يأخذ الطعام والشراء ما يأتيه ويأخذ البيت ويذهب إلى غار الشراء غار الجبل يتعبد في اليومين والثلاثة فإذا انتهى الزاد ذهب إلى غزوة خليجة واحد فقام رجع يتعبد فجاءه جبريل في هذا المكان جاءه بالوحي فبالنبوة والرسالة. نعم.
وذكر ثم فسر الوحي ثلاث مرات ثم رجع الى الوحي مره اخرى فراى جبريل فقال هذا الذي رايته في الحرم. نعم. وذكر انه رعب منه فوقع في بعض الروايات الملل. وذكر انه رعب منه فوقع في بعض الروايات فعفوا عن الملك الذي جاءه الشرار الله يغفر له فكان رعب منه عن القبر رأى جبريل في صورة الى سجنة صورة عظيمة. نعم. فوقع في بعض الروايات الملك فظن القاري انه الملك وانه الله وهذا غلط وباطل. يعني هي أخبر أن الملك الذي جاءه في حراء أو يستغنر في بعض رواية الغرض قال فظن أنه ملك أخبر أن الملك الملك الذي جاءه في حراء بعض الناس رأى الملك وهو الله أنه الله في فإذا الملك الملك الذي جاءه في حراء وجبه بعض الناس قال فإذا الملك الذي هو الله يعني الله هو الملك نسمع الملك يطلق وهذا من المقام الشريعة. نعم. وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. هذه قاعدة كل قاعدة ما هي؟ كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل. كل حديث فيه أن النبي رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل. ما يمكن حجر الله في الأرض. وكذلك وفي الحديث الذي أن الله نزل له الأرض كريم. والحديث الذي أن رياض الجنة من خطوة في الحق كريم. والحديث الذي أن وقع صخرة في بيت المقدس كل هذا كريم. نعم. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم. كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فهو كاذب دعوه باطل لأن اتفقوا على أن على أنه لا يراه أحد من المؤمنين لا يراه بعينه حتى يموت كما هذه مسلم واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخر يحذر امته فتنه الدجال وبين لهم ان احدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظنن احدا ان هذا الدجال الذي راه هو ربه. نعم. يعني يقول ان طلع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه اخر تحذيره لامته من فتنه الدجال وبين فيه انه لا يرى الله احدا في الدنيا حتى يموت. نعم. فلا يغتر يظن بعض الناس اذا جاء الدجال في اخر الزمان فالتقه بالشرطه من بني ادم يخرج اخر الزمان اعور عين اليمنى كان عينه عين الرسول يدعي الصلح اولا وانه رجل صالح ثم يدعي النبوه ثم يدعي الربوبيه ولا لا يغتر ويظن ان الدجال هو الله كما يتبعه الكفار. نعم. ولكن الذي يقع لاهل حقائق الايمان من المعرفه بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عليه السلام عن الاحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يقول الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب على مراتب لذلك الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلم يلقيه من معرفة بالله
إذا كان الإنسان قوي في الإيمان فإنه يعبد ربه عن الشرك كأنه يرى، فإن يرى فإنه يرى. نعم هذا يقع على الحقائق ما أجب الله في القلوب ومشاهدتها وتجلياتها فهو على مراتب. نعم. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل بما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. يعني يقول إن الإنسان قد يرى ربه في المنام، الرؤية في المنام غير رؤية في اليقظة، الرؤية في اليقظة لا يصح أن يرى الله، الصواب أن لا يصح أن أحد الناس يرى الله أبدا، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق الصواب أنه ليس ما يظهر أربع عشر. أما الرؤية المنام رؤية رب، هل يرى الإنسان ربه في المنام أم لا؟ يمكن أن يصاب ربه في المنام، وهذا في اتفاق القرآن، ولم يكن هذا إلا جبريل في شدة إنكارهم برؤية الله حتى أنكروا في النوم رؤية النوم. يقول أن هذا كبير الطوائف أشركوا أن الله يرى في النوم في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم، لكن يبقى إحسان هل يلزم بقول لك الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ نعم يقول لا يلزم، لأن الإنسان يرى رب على قدر إيمانه ويعني، فإذا كان إيمانه قوي ويقينه قوي رأى ربه في صورة الحسن، وإذا كان إيمانه ضعيف رأى ربه رؤية تشبه إيمانه. يقول لأن رؤيا المنام لها حكم آخر اختلف عن حكم الرؤيا الأخرى، ولا تعبير وتهويل. فإذا الإنسان قد يرى ربه في النوم لا، ويراه على قدر إيمانه ويقينه. ولما كان يقول أقوى الناس إيمانا وأصحهم يقينا قال رأيت ربي في أحسن. نعم. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ورؤيا المنام لا احتاج غير رؤيا الحقيقه ولها تعبير ورؤيا. نعم قد يحصل. نعم. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظه ايضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. هذا يقع لبعض الناس في اليقظه، يقع في الرؤيا نظير ما يحصل للنائم، يرى بقلبه مثل ما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. تقول هذا يقع في الدنيا، قد يحصل لبعض الناس في اليقظة أو ما يحصل له من النوم. نعم. نعم. يعني حينما يعني يتحقق اليقين، مراد الرؤية بالقلب اليقين الذي يرى. نعم. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. يعني أحدهم قد يغلب بعض الناس ما يشهده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشهود وتجمع الحواس حتى يستيقظ فعلا انه منام. نعم. وربما علم في المنام انه منام، ربما قد يكون النائم يرى شيئا يعلمه في النوم ان هذا نام انه منام. نعم. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالق في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. يعني يقول المؤلف من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تثنيه عن الشعور بحواسه، يعني يحصل له مشاهدة في القلب
ويقين حتى يثنى عن سعود بقلبه حتى يرجع فهو عالم. لو انها رؤيه بعينه وهي رؤيه بقلبه لشده الشعور وجمع الحواس يعلم ربه بقلبه قد تغلب قوة الشهود والحرام فلو انه راى ربه بعينه ويكون هو قاسي يعني. ثم قال والد كل من قال من العلماء المتقدمين والمتاخرين انه راى ربه بعين راسه فهو غالب وغفران نعم. نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. يعني يقول رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الجنة هذه المؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصار وهي من العلم بل هي أعظم علم يقرر الجنة حتى إنها من تنظر فيهم الجنة. نعم وكذلك أيضا يراه المؤمنون في عرصات القيامة ما هي عرصات القيامة. نعم عرصات القيامة ساحة المواقف المشاهد القيامة متعددة يرون في موقف القيامة يرون الله يرون الله ويرون بعد دخول الجنة. اختلف العلماء هل يراه الكفار في موقف القيامة أو لا يراه على ثلاثة أقوال قيل لا يراه إلا المؤمنون فقط لأن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقيل يراه الكفار المؤمن كلهم مؤمن هو كافر ثم يحتج عن الكفار وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون فقط لان المنافقين تتبع الدنيا تعرف الدنيا وليحيث كيانهم يكونون معهم حتى يروا الله ثم يسجدون الى الله فياتي المنافق يسجد فيكون ظهر طبقا ولا يستطيع السجود وذلك يقول من ايه ولا يملكش مع الانسان ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. نعم وقال صلى الله عليه وسلم جنان في الدوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم وهذا حديث سابق صحيحين حديث موسى الأشعري وأن الفردوس أربع جهات من ذهب وجنتان من ذهب وجنتان من فضة وقال وما بين القوم لا ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن يعني في يوم القيامة. نعم يكشف الحجاب فيرونه. نعم وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. نعم وهذا فيه طريق لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم من يعطاه الجنة. نعم وهي زيادة الذين أحسنوا الحسنى أخذنا الجنة والزيادة ثم لله وجل الله فالمؤمن لهم الجنة ولهم الزيادة وهي ثم لله وجل الله الكريم. نعم وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. يعني يقول هذا الحديث التي فيها أن يرى ربهم يوم القيامة حديث متواتر تلقى العلم في القبول واتفق عليها السنه والجماعه حتى قال العلم من انكر رؤيه الله في الاخره كفر وهي هذا اتباع من العلم. يقول هذا متفق على العلم وانما يكذب بها وبهذه الاوجه الجاهليه والمعتزله والرافضه الذين يكذبون
ذات الله وبرؤيته، وهو معظم رسل الخلق وخالقه. ودين الله وثق بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل. دين الله وثق بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أنهم يرون بهم الرقيق، وبين تصديق الغالية لغلاف الذين يقول أن الله يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. دين الله بين الغالي والجهل. فبعض الناس قالوا ان الله يرى كل احد وانه ينزل ويعطيه عرفه ويسامر ويصافح، وان كل خبره في الدنيا قد يكون فيها الله، وانه يرى في بعض السكك المدينه ويرى في الامثله. هذا يقول من الصوفيه. والمعطله يقولون ان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره، حتى في الاخره لا يرى. ومن قال ان الله يرى في الاخره فقط يقول دين الله رسول الله وهذه وجهه، وهو الحق ان يقول ان الله يرى في الاخره ولا يرى في الدنيا. بعضهم قال يرى في الدنيا ولا في الاخره، وهم ثانيه قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. وهذا السنه وسط يعمل انه يرى في الاخره ولا يرى في الدنيا. نعم. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون انهم راوه في صوره عيسى بن مريم. يعني يقول هذا الذين حول الذي يزعمون احدهم انه راه بعين راسه ظلا من الكفر وغيره، فان قالوا مع ذلك انه يراه في بعض الاشخاص او في بعض الصالحين او بعض المرجان او بعض الملوك عظم الضلال، لان بعضهم يرون ان الله حل في بعض الاشخاص ويقول ان الله حل في بعض الصالحين، فاذا مات الصالح فقد مات الله لان الله حل فيه نعوذ بالله. أو بعضهم يقول إن الله حل في بعض المرجع الأرض الذي لا يتنفس، أو بعض الملوك، كل هؤلاء ظلال كفار، وهم أضل من النصارى الذين يزعمون أن رأوا الله في صورة عيسى. هؤلاء يقول النصارى قالوا أن رأوا الله في صورة عيسى، وهو الظلال يقول نراه في كل مكان، بعض الملوك أو بعض الصالحين. نعم. بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. يعني يقول هؤلاء الضلال الذين يقول إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال. الدجال رجل من بني ادم يدعو الصلاه من الربوبيه ثم النبوه من الربوبيه، هو كافر حكم بين اهل الكافر. يقول هؤلاء الذين يقولون ان الله يرى في الدنيا اضل من اتباع الدجال الذي يكون في اخر الزمان، ويقول لك انا ربكم ويامر السماء فتمطر والارض فتنبت، ويقول خليل عبد الشيخ مدرك فتتبعه وتنبتها، هذا احضر به الذي يقول مثل هذا الكافر. نعم. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة وفتنة من الدجال. وقال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم. يقول هذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقبيل أن فتنة لا ولا فتنة، وأنه ما نستطيع أن يعتم ساعة وفتنة الفتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الدجال في كل وقت في كل صلاة، وكل صلاة في التشهد استعاذ بالله من هذا الجهل ومن هذا الفضل ومن الصحيح ومن المسيح الدجال. نعم. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتنة
فتن بها القلب فتن بها القلب حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لحلمه صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الفلولية والاتحادية. يعني هذا التعبد الربوبية مذهب الدجال يأخذ في الزمان تاور عليه يدعى الربوبية بعد أن يدعي النبوة وبعد أن يدعي الصدق ويأتي بشبهات حتى لا يقال ما يفوت هذه الشبهات، ينفر السماء فتنفر والأرض فتنفر ويقطع الرجل الصحيح فيقول له كنت يفتر ولا يمكن أن أقع عليه وينفر الحربة فتتبعه كروزة حديث الستن مثلا بها خلق والنبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل للناس حتى لا يشتد عن الأرض قال إن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور. احتج به العلماء بهذا على عشرة العينين لله وأن الله له عين قال إن ربكم ليس بأعور عنده عينان الأعور الذي ليس له إلا عين واحد فقال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور الدجال أعور والله ليس بأعور له عينان في المكان لا يلحقه نفسه سبحانه وتعالى. فلما اشتبه الأمر بين النبي قال واعلموا أنكم أن أحد لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أنه رأى ربه في الدنيا في صورة البشر. هؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك وهم يسمون بالتصوير والاتحادية يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الناس قد يظن فيظن أنه يرى ربه في الدنيا في صورة البشر فذكر له علامتين. ما هم العلامتان؟ نعم قال إن ربكم إنه أعور وإن ربكم دمي أعور. والعلامة الثانية أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت والدجال في الدنيا قبل الموت. فإذا هناك علامة ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم علامتين ظاهرتين عليكم الذين آمنوا. العلامة الأولى أن الدجال الذي تعبدون به أعور والله يعلم. والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يرى يعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الصوفية الذين يقولون إنه رأى الله في الأرض أو كذا أو في صورة البشر يسمون الحلولية والاتحادية. اسمها الحلولية يقول إن الله حل في بعض الناس والاتحادية يقول اتحد الله في كل مخلوق وصار شيء رحمه الله. فنقف على الحلولية والاتحادية نقف على وهؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية وهم في الآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهم صنفان قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية وهم صنفان قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه وقوم في أنواع من المشايخ وقوم في بعض الملوك وقوم في بعض الصور الجميلة إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاشات وغيرها كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم والبلياني يستخدم على البليان لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق ان من الناس من يغل فيجوز ان يرى ربه في الدنيا في صوره البشر، شر حولهم هؤلاء الذين يعتقدون ذلك، وان حولهم يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله ان الحلولية والاتحادية قسمان. الصنف الاول قوم يخصون بالحلول او الاتحاد في بعض الاشياء. الصنف الثاني يعمم الذي يقول بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول وقوله ان الله حل في بعض الناس والعياذ بالله، ويكفر وان الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحاديه يقولون اتحد الله اعظم الناس فصار شيئا واحدا. الاتحاديه يقول الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيئا واحدا، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. فليس هذا العرب الموجود. الصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة كان قوم يعممون في جميع المخلوقات، الله حاله في كل المخلوقات. إذا يقول الذين يعممون يقولون ليس في وجود إلا الله، الله هو العبد والعبد الله، الرب هو العبد والعبد الله، لا في وجود، لا يوجد وجود العبد إنما وجود واحد. هذا الوجود الاستراح هو الخالق وهو المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله. هؤلاء يعممون. والطائفة الأخرى يخصصون، وإن الله حل في بعض الأشياء لا في جميعها. فقوم يخصونه بالحلول والإتحاد في بعض الأشياء كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام. النصارى يقولون إن الله حل في المسيح المسيح هو الله تعالى من عوض الله رسالة ثلاثة. وكذلك الغالية من الباطل الذي يقول ان الله حل في علي، يقول علي هو الله، الله حل لي فلن حل في علي. وكذلك قوم من انواع قوم يخصون حلولا في انواع من المشاكل، يعني مشاكل الصوفية بعضهم يقولون ان الله حل في بعض الشيخ الفلاني الطريقة حل في. وقوم يخصون يقول ان الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول ان الله حل في بعض الصور الجميله، ترى صوره جميله صوره جميله قال الله حل فيها، الى غير ذلك من الاقوال التي شر من مقاصد النصارى. لا شك انها شر من مقاصد النصارى، لان النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في انواع من الشيخ الصوفي. هذا الصف الاول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون الأشياء الأخرى. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات، فهذا يقول كل مخلوق هو اتحد. يقول ولو حتى الكلاب والخنازير والحيوانات، تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله حل في أجواف السباع، أجواف الطيور وبطون السباع، وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور حتى الكلاب الخارج كما يقولون ذلك القوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد كأصحاب العرب. العرب هنا محمد وحي الدين العرب، وهم من أبو رئيس الاتحادية وابن سبعي كذلك، وابن الحارث كل هؤلاء من الاتحادية، والسلساني والسلياني وغيره. وهؤلاء من أكثر حظها الاتحادية، من أكثر حظها الاتحادية والحلولية. أيهما أشد الحلولية والاتحادية؟ الحلول والاتحادية هناك أشياء، الحلولية والاتحادية. بعضهم يرى أن لا بمعنى واحد، أن نقول بالحلول والاتحاد واحد، ويرى أحدهم أن الحلولية والاتحادية تنفع
فالحلولية هم الذين يقولون إن الله حل في بعض المخلوقات، يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، كالباء حل في الكل. والاتحادية أعظم كفرا، فيقول اتحد الخالق بالمخلوق، ليس هناك لا اثنين ولا ثلاثة، الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، فالخالق حل المخلوق وهما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا ثانية ولا ثالثة. ورئيسهم العربي، العربي يقول الرب عبده والعبد ربه، يا ليت شعري بل المكلف أيها المكلف، بل العبد والرب والرب أيها المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أم لا يكلف. اشترى عالي الأمر والعياذ بالله، ما يجري أيهما العبد والرب، الرب عبد من عبد ربه، يا ليت شعري بل المكلف، قلت عبد فلا تميت، أقول مرب أن لا يكلم. ويقول من أقواله مرب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفر الله، يقول ما تراه من ناصر تراه وإلا قد وجود واحد، مظاهر كل ما تراه مظاهر في جنب الله، في جنب الحق عوضنا. ويقول العربي إن من أحصى الله حسن على العلي، يقول علي على ماذا وما تم إلا علي على ماذا وما تم إلا علي على من يقول وليس في وجود الله من أسماء الله حسن علي على ماذا وما تم إلا وما هو إلا أسأل الله السلامة والعافية. وأولى من أكثر حق الله. وابن عربي لا ريب في الوجود ويدعي أنه من كبار العالمين، وهو الأفهم يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه، وهناك من ينتصر له ويقول له من كبار العالمين ومن كبار المعارفين المحققين، وتطلع مؤلفات ومؤلفة الاتحادية لورقة الصفين والحق، ويعتبر هذا العربي، ومن العربي له مؤلفات منها الفتوحات المكية، الفتوحات المكية، ومنها كتاب خصوص الحجر، خصوص الحجر يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحادية. يقول فصل فصل روح، يأتي بفصل روح، فصل روح مثلا ويعالج، ويقول إن الوجود واحد، وكل من عبد شيئا فهو على صواب، من عبد الأصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو على صواب، من عبد الحجر فهو على صواب. فالكفر بالتخصيص هو الذي يمنع ويقصر لا يعبد الا شيئا معه هذا هو الكعبه عند الله، يقول الكفر بالتخصيص. يقول سك حيث سكت فالله ثم، وقل ما سكت فالواسع الله، كل شيء تراه الله، وكل من فروع هذا المذهب ان كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول ان فرعون مقيم حينما قال انا ربكم الاعلى، لان الله تجلى، ان الله يتجلى في صوره معبود كما تجلى في صوره فرعون، ويتجلى في صوره هادم كما يتجلى في صوره الرسول، وكلهم على الصواب، وكل من عبد الشيء فهو على الصواب، والذي يمنع من عباده الشيء فهو الكافر، الذي يقصد يقول لا يقول الا شيء واحد هذا هو الكافر عند الاتحاد. واعترض على عرض او فسر قصه موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام، وقصه اغراء الله فرعون، يقول ان فرعون اغرق ليزول الحصان والتوخم، فان فرعون قال انا ربكم الاعلى، خص نفسه وانت الرب، كلنا الرب ليس خاصا به، فلما توهم على فرعون اغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسبان،
ليزول الله حتى لا يتوهم انه هو الرب وحده. ويقول ان موسى عليه السلام لما ذهب في ميقات ربه ورجع الى وجههم بعبد العجل ومعهم هارون وهارون نطق وعجب عنهم وكان يقتلونه لما جاء موسى كما قال الله اخذ براس يسير يذكر شيء اخبره الله ان العبد العجل لكن لما راهم يعبدون العجل فتى امره وقال الواحد حتى تكسر وعطى الله عليه لأن ربان سمعونا هي كلام الله ثم أخذ برحة أخيه وهرب ونبيه مسلم في جره وشدة الأرض كيف تعبدون العجل فقال له اتربص هارون يا ابن أمك لا تأخذ برحتي ولا برأسي هو أخوه أمي وأبي لك قال ابن أمك ابن الاستعطاء لا تأخذ برحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول ضربتها بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يقول العربي لماذا؟ إن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه حيث أنكر على بني إسرائيل عباد الله ولم يكن يعبد العجل نعوذ بالله المقصود أن العرب هي من أكثر خلق رأيت حيث الوجود ومثل بالفارس وبالتبعيد والسلسان كل هؤلاء الأمور في الكفر والعياذ بالله وهم صوفية اتحادية الملائكة وهم أشد كفرا من الفلولية لأن الفلولية يثبتون وجودين أحدهما حل في الأرض أحدهما حل في الأرض والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد الوجود واحد رسمية ولا بعد ولهذا يقولون من قال إن العالم الاتحادين هم فلولية يقول أنت محجوب عن معرفة سر المسألة لا تعرف المسألة القول بالفلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق أحدهما حل في الأرض ونحن مذهبنا على التهية ولا تعدد الوجود الواحد نعم أسأل الله تعالى وتعالى ومع ذلك هناك من يعبد الله وهم العربي يقسم الناس إلى أقسام عامة وخاصة وخاصة خاصة العامة هو مسكين وغيرهم مسؤولين العامة تسمى مسكين وعلم الصلاة والصيام وزكاة والحج والذكر ومن العامة جميع الأنبياء والرسل ثم الخاصة ليس لهم ليس عندهم والعامة عندهم طاعة أما الخاصة فإنهم وصلوا إلى درجة خفض عنهم الشهرين وليس عندهم معاصي كل ما يفعلون طاعة حتى ولو فعلوا كفر والزنا والسرقة هي طاعة تجاوز التكلم وهناك خاصة الخاصة وهم الذين حفروا لقول وحدة وجود ما عندهم والعياذ بالله ويقول الناس ان العام هو ما يشاء الكار لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله الله وفقه هذه اكثر العام وهم العامه في العام يوم اما الخاصه فيكفيهم الذكر كذا صاحب الجلال ما يحتاج يقول لا اله الا الله يقول الله 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 قال يذكر الخاصه الخاصه في الخاصه ما يحتاج الى رب الجلال يحضر الهاء هو هكذا وهو أساس الله هل يذكر الخاص بالخاص والموجودين في كل مكان مع الخاص هذه البلاد تجري الصوفية في كل مكان في كل بلد مئات الطرق وكل كل شيء من طريقة يقودهم إلى الناس بعض الطرق كفر وبعضها بنا هكذا هو هذا يذكر خاصة ليس خاصة بالخاص وخاصة الله 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 هذا ما أمر بك كل جملة مفيدة لا الجلالة وحدة ما ليس بذلك ولا في القلوب إيمان ولا تقوى لا بد أن ذكركم بشنة مفيدة الله أكبر سبحان الله الحمد لله أما الله 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 عليه الصلاة أما خاصة خاصة يا أخي أهل الحق هو يقول بعض الناس ذهبت إلى أمريكا وجدت جماعة صوفية يجلسون في بعد الأصل إلى غروب الشمس ويقول الله 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 حتى تغرب الشمس بعضهم يدور حتى يصل يغمى عليه ويقول ابن العربي عندي دليل على أن الذكر خاصة هو حتى أنه على الكتاب ثم كتاب الهو كتاب ثم كتاب الهو وقال أن الذكر خاصة هو قال عندي دليل من القرآن
على أن الإخلاص مع الله وعلى أن ذكر خاصة الله هو ما هو الدليل؟ يسأل الله تعالى وما قاله الله حقق به قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوره وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمكم ما لا تعلموا أنتم ولا أعراضكم قل الله الله هذا على دليل على ما على الإخلاص ويقول الدليل على أن الإخلاص خاصة بخاصة قوله تعالى والله يعلم التأويل هو إلا الله وما يعلم التأويل هو على دليل على الإخلاص قال الشيخ الإسلام الأمير فقلت للبعض الصوفية لو كانت الرأي تقول لقصرة الهاء عن الكلمة التي قبلها وقصرة والله يعلم التأويل هو لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة بما قبل والله يعلم التأويل هو لو كان كما قلت لتأويل أكثر لقصرت الهاء وقصرت الوحدة وربما ويعلم التأويل هو وهم كما قلت لهم من القرآن والعياذ بالله عادية والسلمية والنقران لكن هذا الباب التغطية والنفاق وذل ضمات في العيون حتى يدلسوا ويغوهوا على الناس أنهم يعلمون القرآن وإلا فإن قرآن الصوفية يقول لما قيل الله إن القرآن خالق هذا القرآن قال القرآن كله شيء من أوله إلى آخره والحق ما نقول والصوفية كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤلف كلمة وقال إنه لأنه ينسى الله ويريد أن ينسي يريد أن ينسى كل شيء وإذا نبح الكلب أو ذهب الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين والحمار والكلب ينسي ينسيه فلا يذكر الا شيئا واحدا لانه هو الرب والعبد وخاصه حينما يريدون ان يترقبوا الى مرتبه خاصه خاصه يقول تنسى كل شيء حتى نفسك تنسى وتتصل ولا تشاهد الا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن انه هو الله وان الله يشهد المؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين فلذلك يشتم مقصود قبحه الله واحده فالمقصود ان الاتحاديه الان اكثر من الاتحاديه فيقول ان الله حل او اتحد المخلوق والحلولي اخف كفرا لانهم يقولون وجود اثنين احدهم احلى بالاخر والاتحاديه لا يقولون بالتاسيه يقولون الوجود واحد اتحد خالق المخلوق بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد تعالى عما في العلو الكبير نعم ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. هذا مذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه الطالب من الحلولية والإتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد خاله جميع الأنبياء والمرسلين وخاله جميع العقلاء فإذا قلت للإتحادية كلامكم هذا غير معقول خالف للعقل يذكره العقل وشده الصبر قالوا ما تحرم مذهبنا حتى تحرق الحس والعقل تضيع عقلك وتكون مجنونا وتضيع حسك حتى تفهم هذا المذهب لابد ان تحرق الشر وتحرق العقل وتحرق الجسم وتحرق الشر تبطل كل هذه الاشياء حتى تفهم لها يعني يكون كافرا والعياذ بالله يترك الشر ويكون مجنونا ويكون في عقله حتى يفهم ما يفهم هؤلاء الملائكه يقولون الان ما الاتحاديه هي اخيرا قال ما تفهم الان اذا ذهبنا وان تحس احساسك وشعورك ودينك الغي دينك والغي عقلك والغي شعورك ثم تفهم الملائكه أسأل الله السلامة والسلامة أعوذ بالله إن شاء الله تعالى الإلهية والحلولية خالق الجميع الأنبياء والمرسلين وخالق ما عليه العقلاء وخالق ما عليه الشرك وخالق ما عليه الجنة ورجب جميع المرسلين ومن تبعهم من أمه وأن الله سبحانه خالق العالمين.
ورب السماوات والأرض وربهم ورب العرش العظيم والخلق جميعا عباده وهو فقراء إليه. وكل ما في السماوات والأرض سيأتي ربه يوم القيامة معبدا مقهورا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فقراء. وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا هو الذي سنع عليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه فوق السماوات على العرش دائما مخلص مفصل لا نسبة لا في شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذلك. ومع هذا وهو معهم حينما كان معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش ومع المؤمنين يرحمه وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعيه هي البعيه عامه وبعيه خاصه. فالبعيه العامه عامه للمؤمن والكافر، الله مع كل احد بعلمه، هذه بعيه العامه، بعيه علم واطلاع واحاطه ونفوذ القدره والمشيئه. هو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه، يعلم احوالهم ويقدر عليهم ويقدر بهم وهم في ضربه ونحن في تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يستجيبون اليه. والمعين وهو مع المؤمنين خاصه بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه الجميع: لا تحزن ان الله معنا، هذه بعيه خاصه. إن الله على الذين اتقوا والذين هم مسلمون هذه بعيه خاصة. ثم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه بعيه عامة. نعم. فهؤلاء الضلال الكفار في الآية الحديث وهو معكم أينما كنتم. نعم. فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضادعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال الكفار، هؤلاء ضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه. البعض الصوفية كما ترى أن البعض الصوفية يقول إن الله ينزل يتعرف على جمع وأنه يحاضر ويساور ويخاطر ويعاني، وبعضهم يقول كاليهود إنه ينزل ويحسن ويمشي إن شاء الله عما يقول،
فبعض الصوفية يرى يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، ويرى بعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، يعني كان كل تنفر يكون فيه الله. وهذا المعروف عن الصوفية أن يقدس الشيء الأخضر يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن موجودين تجد عندهم جنبة خضراء على الجدران ومسبعة خضراء والسجادة خضراء، هكذا هم يقدسون الأخضر من قديم. والخضرة أيضا من النباتات، كل شيء أحضر يكون على ربنا موجود في عامه. فهذا الذي يزعم أحدهم أن ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثه أو ظاهره، كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد في المولد، ويزعم أن الله يحضر في الحضرة، يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى عما يقولون. وربما يعجب أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا ويقول أن الله كان في هذا، ويزعم أن وبعضهم يزعم أن الله تكلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله في ستة موحين داموا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم انه يرى ربه بعينه في الدنيا، او انه زعم انه يجالس الله او يحاسب الواجب، او عجل ادميا او صبيا، هؤلاء من زعم هذا فانه كتب ان تاب والا قتل كافرا. وكفر هؤلاء اعظم من كفر اليهود والنصارى، اذ هم اكثر من اليهود والنصارى. لماذا اعظم كفر اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في شيء فقط، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، من أشخاص وعالميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة كذلك، واليهود النصارى أهل الكتاب، وكفر أهل الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين والنبيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى من يقالوا إن الله هو المسيح الغريب. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيه في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان النبي الذين قالوا إن الله حل من الدين، أو الذين قالوا إن الله من رسول صلى الله أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعصر كفرهم. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو رسول المؤمن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا عدا، أمرا عظيما، عذاب السماوات فانصرنا منه وتشق الأرض وتكون الجبال هكذا. من هذا القول حرم هذا القول، هو القول بأن الله ولد، أمر عظيم تكاد السماوات تتفطر تشق وتشق الأرض وتكون الجبال هكذا، أن دعوا للرحمن ولدا وما اتخذ للرحمن ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في الأرض يأتي معبد لله، فكيف يقال إن الله ولد تعالى؟ فإذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر، والمسيح مجيد ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح مجيد نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول ان الله حل في شخص من الاشخاص غير المسيح يكون كفره اعظم واعظم. ولهذا قال المؤلف فكيف بالله نزعم في شخص من الاشخاص انه هو يعني انه الله؟ هذا اكثر من الغالب الذين يزعمون ان علي رضي الله عنه او غيره من اهل البيت هو الله. هناك في عهد الرافضه يقول ان الله حل في علي وان علي هو الاله. هؤلاء كفر ملائكه، وهؤلاء هم الزلاجقة الذين حرفهم علي رضي الله عنه كتاب، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبعية بعض من السبع الذي غلوا في علي وقال إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بأحاديث سدت لهم عند باب سيدنا، أحاديث يعني حفر في الأرض، شقت حفر وأبرمها وجعل فيها الحصب وأبرمها نارا، ثم قال لهم حرقهم في شدة غضبه عليهم، حركة فما ترى من الفيل
حرقهم للنار. لماذا؟ بشدة غضبه عليهم وغضبه عليهم حفر لهم نهر في الأرض وأجدها نارا ثم قذفهم عند باب الشدة في الإرادة. وقال لي لمولاه لما رأيت الأمر عظما منكرا أجدت ناري ودعوتكم بعد. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا هذا دليل على أنه هو الله. هذا هو الله. لما عذبهم من النار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا هذا هو الله. والصحابة واتفق الصحابة على هذا جميعا اتفقوا على أنه يكون الظن. إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية الظن. فقال فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريف وهو قول أكثر العلماء وقصة معروفة عند العلماء. لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلوا بالسيف ولا يتحركون بالنار واستدل بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلوا بالسيف من شدة غضبه عليه أو لأنه خفي عليه النفس الذي يفيد أنه لا يتحرك بالنار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وقال إن وليد بن قتال لأهل الجزة حرق ضاره بالنار فلعله خفي عليهم النفس. وإذا ثبت في صحيح البخاري أن يوم الأرض أمر بإحراق رجلين النار ثم دعاهما فقال اغسلوهما بالسيف ولا تعذبوا بالنار فلا يعذبوا بالنار إلا رب النار. وقال عليه الصلاة والسلام.